السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير. إطلالة جديدة من برنامجكم أخباركم، حيث الأخبار المتنوعة التي نلقيها عليكم طيلة أيام الأسبوع. حياكم الله. نبدأ بالعناوين. إصدار تصريح أداء العمرة في رمضان عبر تطبيق نسك. تقنيات الإنجاب والفحص الوراثي الحديثة تثري العالم. والسدو حياكة موروث وثقافة أصيلة في مكة. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في برنامجكم أخباركم. حديثنا لهذا اليوم مجموعة من الأخبار الجميلة. خلونا نبدأ مباشرة. جميعنا نعرف فضل وعظمة العمرة في شهر رمضان، واللي أكيد تعادل حجة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكثير من الناس ينتظر قدوم هذا الشهر لما فيه من فضل وأجر عظيم. وزارة الحج والعمرة ولله الحمد اليومين هذه أو اليوم الماضي أتاحت إصدار تصريح أداء العمرة في رمضان عبر تطبيق نسك، وقالت في حسابها في تويتر: تم فتح إصدار التصاريح لعمرة رمضان بادر بالحجز عبر تطبيق نسك لتكون عمرتك سهلة وميسرة. في خطوات التسجيل ما عليك إلا أنك تدخل على موقع الوزارة، ومن بعدها تطبيق نسك، اختر إنشاء حجز جديد واضغط على اختيار الحجز ووافق على الشروط والأحكام، ثم اختر أحد الباقات المتاحة، وبهذا تكمل معلوماتك الشخصية ويكون حجزك مؤكد ومتاح. وأكيد أيضا التطبيق السابق اللي كان معمول فيه اعتمرنا، كان في السابق هو اعتمرنا، والآن أصبح نسك أيضا بالإمكان البحث من خلاله و الحجز عن طريقة، وكل هذا من أجل التنظيم وحتى ما يكون فيه زحام، وحتى أيضا تكون هناك إحصائية مستمرة للمعتمرين خلال هذا الشهر الكريم. أتمنى إن شاء الله للجميع يا رب، يعني إن شاء الله عمرة مقبولة يا رب. وأيضا نتمنى إن شاء الله أن الناس اللي يعني يذهبون للعمرة يلتزمون يعني بالتعليمات اللي تتم، من أجل راحة أكثر وتنظيم بإذن الله تعالى خلال هذا الشهر، خصوصا أن احنا أيضا نعرف أن أصبح العدد مفتوح من ناحية العمرة ومن ناحية الحج. نروح لخبرنا القادم. طبعا نشهد في هذا العصر ومع تقدم الثورة التقنية والصناعة الطبية والكثير من المؤتمرات اللي تقام طبيا، في هذا السياق اختتم المؤتمر الطبي الفقهي لمستجدات تقنية مساعدة الإنجاب والفحص الوراثي في تساؤلات فقهية وطبية كثيرة في صحة اختيار نوع الجنين وطرق الإنجاب باستخدام أحدث التقنيات. طبعا عشان نفهم أكثر في الموضوع وحتى نعرف تفاصيل هذا المؤتمر، ينضم معنا عبر الهاتف الدكتورة حنان علي سلطان، رئيس المؤتمر الطبي الفقهي لمستجدات تقنية مساعدة الإنجاب والفحص الوراثي. ورحب فيك دكتورة حنان. أهلاً، حياك الله وجميع المشاهدين في قناة المجد، حياكم الله. يا مرحبا دكتورة حنان، يليت تعطينا فقط يعني معلومة حول معنى تقنيات الإنجاب والفحص الوراثي للأجنة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. تقنيات مساعدة الإنجاب هي متعددة، ولكن حركز الآن لضيق الوقت على عملية أطفاء الأنابيب والحقن المجهري. تمام. عملية أطفاء الأنابيب لها تقريبا الآن 45 عام، والحقن المجهري 31 عام، ونتج عنهم ولادة أكثر من 8 ملايين من الأطفال السالمين والمعافين ولله الحمد. في البداية في هذه العمليات نبدأ بتحفيز وتنشيط مبايض السيد عن طريق بروتوكولات معينة بالإبر. الهدف منها أنه إحنا نحصل على 10 إلى 15 بويضة ناضجة وتكون مناسبة للتلقيح بنطف الزوج. طبعاً استجابة السيدات تختلف من سيدة لأخرى لعوامل كثيرة، لعل أهم منها هي مخزون البويضات عنده، فبعضهم نقدر نخرج 4-5 وبعضهم أكثر إلى 20، وهذا الموضوع يعتمد كثير على عمر السيدة كمان. بعد ما نسحب البويضات من السيدة بمساعدة أشعة الموجات الصوتية المهبلية، يتم تلقيحها خارج الجسم في مختبرات الأجنة بنطف زوجها.
طبعا التلقيح هذا يا إما يكون عن طريق أن نحط النطف مع بعض الأنثوية والمذكرة في وعاء، أو عن طريق الحقن المجهري. الحقن المجهري هذا يتم تحت ميكروسكوب خاص، ونختار نطفة واحدة فقط من نطف الزوج ونحقنها يعني داخل البويضة. هذه العملية مفيدة جدا في حالات الأزواج اللي يكون النطف حقتهم ما تتحرك أبدا، وفتحت لهم آمال كثيرة لعلاج حالات العقم اللي عندهم. بعد كده في اليوم الثاني نبدأ إحنا نراقب انقسام البويضة الملقحة هذه، وبعضهم يطلق عليها اللقيحة المخصبة أو جنين ما قبل الانغراس في الرحم. هذه اللقيحة ممكن إنها تعيش في المختبر إلى حوالي 5 أيام في حضانات المختبر، بعدها إما إنه نرجعها لرحم الزوجة أو تجمد عشان تستخدم لاحقا في حال ما حصل الحمل للسيدة من أول تجربة. بالنسبة هذا بالنسبة لأطفال الأنابيب والحقن المجهري على عجالة. بالنسبة للفحص الوراثي بعد تكوين الأجنة هذه في اليوم ما بين 3 إلى 5 أيام، يتم أخذ عينة من خلايا الأجنة ونعمل عليها الفحص الوراثي DNA في مختبرات الجينات، وهذه مختلفة عن مختبرات الأجنة. إيش لا نعمله في الفحص الوراثي؟ ممكن إنه إحنا نتعرف إذا كان هناك اختلال في عدد الجينات أو المورثات الجينية أو الأمراض الجينية الأحادية. ممكن الواحد يعرف إذا كان الجنين يحمل الجين المسبب للأمراض الوراثية أو الأمراض المزمنة أو السرطانات، فبالتالي نستبعده من الإرجاع. أو ممكن إن إحنا كمان نعرف نوع الجنين هذه بإنه نشوف الكروموزومات حقته، هل هي XX فمعناته أنثى أو XY فمعناته ذكر. أيضا من الاستخدامات المهمة إنه إحنا نعرف تطابق الأنسجة من عدمها من خلال هذا الفحص لخلايا الجنين، ونسبة نجاح تقنيات مساعدة الإنجاب والحمل عادة تتراوح ما بين 20 إلى 65%. في بعض المراكز قد تصل إلى 70%، خاصة إذا لم يكن هناك حالات عقم، فنسبة نجاح الحمل تكون أعلى بمشيئة الله. فدي الأمور كلها نراجعها ونبلغها للأزواج قبل إجراء هذه التقنيات. الدكتور حنان بن علي سلطان، رئيس المؤتمر الطبي الفقهي لمستجدات تقنية مساعدة الإنجاب والفحص الوراثي، شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات. وبالتأكيد نحن في مراحل متقدمة من ناحية التعامل مع هذه التقنية، وبالتأكيد أنها فتحت آفاق للناس اللي فعلا يعانون من مسألة الإنجاب. شكرا لهذه العقول صراحة الطبية التي ساهمت في هذه التقنية. نروح مباشرة إلى حديثنا الثالث. المملكة تحتضن مجموعة من الحرف اليدوية اللي نعتز ونفتخر فيها، ولكل حرفة في مختلف مناطق المملكة لها حكاية وقصة، وكما لها أيضا عشاق ما يتخلون عن هذه الصناعة الأصيلة، ويحرصون أن ما تتغير الصناعة. الحديث أكيد طبيعة هذه الحرف تراثية، نتكلم عن السدو، وهي حرفة يدوية تعتمد على وجود وبر الإبل وصوف الماعز والأغنام، إضافة إلى الأدوات التي يستخدمها الحرفي في السدو، وهي المغزل والكرادس والمخيط والأوتاد الخشبية، ويصنعون منها السجاد والزينة بمختلف أنواعها. واللي يميزه أيضا ألوانه اللي صنعت له هوية خاصة من اللون الأسود والأبيض والبني والبيج والأحمر. يمكن كنا نسمع هالمصطلح مصطلح السدو، لكن كتفاصيل أكثر وكحرفة بالتأكيد أن احنا نحتاج نعرف تفاصيلها. وأكيد مع وجود هيئات الآن تعنى بمثل هذه الحرف، وتعنى أيضا بالسياحة، وتعنى أيضا بدعم الناس المميزين في هذا الجانب، بالتأكيد حنجد الكثير من التفاصيل، ونجد انتشار لمثل هذه الحرف التراثية اللي موجودة عندنا. كان هذا هو حديثنا في حلقة هذه الليلة. بالتأكيد إحنا موعودين إن شاء الله أيضا في رصد في ترندات هذا اليوم.
حياكم الله مشاهدينا الكرام. اليوم معانا في وسم أو في الترند الأول في تويتر هو أداء القسم من قبل المعينين حديثا أمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين. أدى القسم وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، وكذلك معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري. وبالتأكيد في تعليقات وفي تغريدات مختلفة في هذا الوسم، خلونا نشوف الفيديو وبعدين نعلق عليه. يتشرف بأداء القسم أمامكم حفظكم الله عقب صدور أمركم الملكي بتعيينهما كل من معالي المهندس إبراهيم بن محمد بن إبراهيم السلطان وزير دولة وعضوا بمجلس الوزراء. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص. معالي الأستاذ سلمان بن يوسف بن علي الدوسري وزيرا للإعلام. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص. إذن كان هذا هو الفيديو، هذه الآن مجموعة من التعليقات. إذن كان هذا هو الفيديو، خلونا نشوف مجموعة من التعليقات. محمد السنيد الإعلامي يقول: الله يوفقهم لخدمة دينهم ووطنهم ومليكهم، وأن يحققوا تطلعات القيادة الحكيمة. بالتأكيد إحنا نطمح لكل من يتم يعني تعيينه من قبل خادم الحرمين وسمو ولي عهد الأمين، بالتأكيد أنهم يؤدون فعلا أمانتهم بالشكل اللي فعلا يقدم شيء للوطن. نروح لعمران يقول: الله يوفقكم لخدمة دينكم ووطنكم. اللهم آمين. أخيرا أبو نايف يقول: الله يوفقهم يا رب على أداء هذه الأمانة ويبارك في جهودهم. شكرا لكل الناس اللي شاركوا. نروح مباشرة إلى الوسم الآخر أيضا في تويتر. الترند الثاني يتكلم عن الأجواء الممطرة والسيول، ولله الحمد مستمرة وفي الهطول. خلونا نشوف وياكم هذا الفيديو من حايل اللي ما شاء الله يعني رزقه ما شاء الله يعني السيول والأمطار، ونعلق. 1444 الموافق 7 مارس 2023 مفرق السليمي جنوب حائل تقريبا 150 كيلو. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. كان هذا هو المقطع اللي شاهدناه معا في الأمطار الجميلة صراحة في حائل. كل ما قلنا خلص الشتاء ما شاء الله تجي بركات الله ورحمته. خلونا نشوف تعليق الناس من سلوم. التعليق الأول على هذا المقطع يقول: حالف عن حب حائل ما حيد، يا لب حائل وهلها. المقطع أو التعليق الثاني من مازن يقول: الطايف أحلى. أوه رجعنا في الغيرة، لا ما ينفع. نروح لعمر أخيرا في التغريدة الأخيرة، واللي أيضا علق على المقطع يقول: اللهم صيبا نافعا يا رب، والله يعم فيه إن شاء الله أرجاء المملكة، وأكيد مثل هالأمطار وشوفتها توسع الصدر. نروح مباشرة إلى وسمنا الثالث. وين؟ في التيك توك. الترند الثالث نسمع كثير من طوال القامة إن الطول عز، لكن لاحظ شيء، أول مرة نشوف شخص يشتكي من طوله طبعا لأنه طويل يعني. خلينا نشوف المقطع. والله عجيب المقطع صراحة، طريف وفعلا يعني سبحان الله. لكن ما قسمه الله لك وما قدره لك وما وهبك الله من خلقه أكيد تحمد الله عليها، وتتمنى إن شاء الله أن يعني أن الله يرزقك خلقا
شيئا إن شاء الله يجملك، وشيئا إن شاء الله يزيدك إن شاء الله خير وبركة. ما في تعليقات، نطلع مباشرة نشوف 90 ثانية من خلالها نستعرض وياكم آخر الأخبار. مجلس الصحة السعودي: تناول فيتامين سي بانتظام لا يقي من الإصابة بنزلات البرد. الدكتور محمد الصحن: الجلوس لفترات طويلة مع استخدام أجهزة التقنية قد تسبب إعاقات جسدية. وقاية: ينصح بتجنب استخدام المعطرات داخل المنزل. الدكتور أحمد العمار: الكوليسترول النافع في الجسم يصفي الشرايين، ومن مصادره الفواكه والخضروات. في جيزان: استئصال أكياس كبدية لمريضة استغرقت 4 ساعات جراحية. سلمان للإغاثة يوزع 150 كرتون من المواد الطبية في محافظة حلب. جامعة القصيم تشارك في مهرجان ربيع بريدة 44. التجارة: جولات رقابية لمتابعة وفرة السلع والمنتجات الرمضانية. منطقة مارينا اليخوت: تجربة سياحية فريدة لزوار عروس البحر الأحمر. وأخيراً الأرصاد: أمطار متوسطة إلى خفيفة على منطقة الباحة. إذن كان هذا كل ما لدينا في حلقة هذه الليلة، رصدنا لكم آخر الأخبار المختلفة، حتى نلقاكم إن شاء الله في حلقة الغد. إلى اللقاء.